عز الحق والجهاد لقصة من شرقنا جميلة للحب للعزة للبطولة والقصة الأخيرة قصتنا الكبيرة نشكوها جميعا بالأحرف الكبيرة بلال مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا الآن نعود ونستكمل الحوار مع سيادة اللواء محمد ثلجي. واسمح لي حضرتك سيادة اللواء أسألك عن الحالة المعنوية للجيش الأردني، خاصة وأن هذه الحالة أيضا يعني امتدت للشعوب العربية وأيضا إلى الداخل الفلسطيني، هل لك أن تحكي لنا عن هذه الحالة؟ هذه المعركة كما ذكرت يعني هي معركة جاءت في ظروف صعبة جدا، هي معركة التحدي، معركة الثبات، معركة الصمود، معركة التضحية. كما ذكرت الأردن كان يمر بظروف صعبة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ضغوطات عديدة كانت تمارس على القيادة السياسية الأردنية، ظروف عسكرية لم تكن القيادة العسكرية في ذلك الوقت في الأردن لتحسد عليها أيضا. القوات المسلحة الأردنية خرجت من حرب صعبة وحرب شرسة عام 1967 وبنت خططها الدفاعية في مناطق شرقي النهر في ظروف أيضا صعبة جدا. إذن هنالك الكثير من الدلالات والكثير من العبر والكثير من الدروس. أولا الدرس الذي نتعلمه هو قيمة الثبات وقيمة الإيمان بالهدف وقيمة التضحية التي سطرها الأردنيين، وخاصة في موقف جلالة الملك المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حينما رفض وقف إطلاق النار وأصر على أنه لن يكون هنالك أي وقف لإطلاق النار إلا بالجلاء هذا العدوان وعودته إلى معسكراته يجر أذيال الخيبة. وكان هذا الصمود له ما له بعد المعركة، وكان له وقع كبير في الصحف العالمية والصحف المحلية، وأشاد به القاصي قبل الداني. ومن هنا يعني تأتي قيمة هذه المعركة ودلالاتها. الأمر الآخر سيدتي بأنه القوات المسلحة الأردنية كانت تبني خططها على استخبارات دقيقة جدا، وكانت هذه الاستخبارات يعني من الدقة بمكان يعني أن تعلم تحركات القوات الإسرائيلية وتوقيتاتها وبدقة، وبالتالي تم توضيع القوات المسلحة الأردنية وخططها على المرتفعات الشرقية وفي سهول الغور وفي هضابه بناء على تحليل لأعمال العدو الممكنة وما سيقوم به. وبالتالي هذه المعركة كانت مقروءة بالنسبة للجانب الأردني، جرى التخطيط لها والتحضير لها وتنفيذها بدقة، وبالتالي جاءت النتائج كما كان متوقعا، ولكن جاءت بعكس ما توقعه الغزاة والمعتدين، وبالتالي هما بنوا تقديراتهم على 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 توقعات خاطئة للجانب الأردني، وتناسوا بأن يعني حتى بالرغم من قلة السلاح إلا أن المعنويات العالية والثبات والصمود والرغبة في التضحية كانت هي الدافع وكانت هي المفتاح الرئيسي الذي برز من خلاله النصر والذي سطر بطولة يعني يشهد لها. باشا، يمكن من أحد النقاط المفصلية الهامة في هذه المعركة بأن إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار ووقف المعركة وإنهائها. ما دلالات ذلك؟ هذا سيدتي له دلالات كبيرة جدا، وأشكرك بالمناسبة على هذا السؤال لأن هناك الكثير من يغفل يعني عن هذه النقطة وأهمية هذه النقطة. إسرائيل نادرا ولم تطلب أيضا في أي معركة من المعارك التي خاضتها أو أي حرب من الحروب التي خاضتها مع الدول العربية لم تطلب أبدا وقف إطلاق النار. هذه المعركة طلبت فيها إسرائيل وقف إطلاق النار، وتحديدا الساعة 11:30 من يعني من يوم المعركة، أي بعد تقريبا 6 ساعات من بدء المعركة، وهذا كان مثار للإعجاب يعني من أداء القوات المسلحة الأردنية في أن تطلب القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار. وهذا الوقف لم يكن يعني هذا الطلب لم يكن ليأتي عبثا أو جزافا، وإنما أتى يعني نتيجة إدراك القوات الإسرائيلية بأن خططهم أصبحت مكشوفة وأن قواتهم أيضا أصبحت مكشوفة على الأرض، وأن هذه التحركات التي يقوم بها هي تحركات تم دراستها من قبل القوات المسلحة الأردنية وتم التخطيط لدرئها ولمنعها من إحداث أثر كبير على الجانب الأردني وعلى القوات المسلحة الأردنية، وأيضا تم التخطيط لمنعها من التقدم باتجاه الشرق
وبالتالي أدركت القوات الإسرائيلية بأن أي تقدم آخر سيجني الكثير من الخسائر وسيجني الكثير من المتاعب والضرر للقوات الإسرائيلية في 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 ذلك الوقت. لذلك كانت يعني كانت الآراء وكانت الاستشارات يعني تشير إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية والقيادة السياسية أن تلجأ إلى طلب وقف إطلاق النار، ولجأت إلى دول أخرى لتطلب من الأردن وقف إطلاق النار، ولكن القرار الحكيم والقرار الجريء والشجاع الذي اتخذه جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه في ذلك الوقت، وأصر على موقفه وثابتا على موقفه بأن لا وقف لإطلاق النار حتى يغادر آخر جندي إسرائيلي منطقة شرقي النهر. هذا من جانب آخر أدركت القوات الإسرائيلية عنف المقاومة وشراسة القصف المدفعي وشراسة الدفاع عن الأراضي الأردنية من قبل القوات الأردنية، وبالتالي لم يكن أمامها من خيار سوى التقهقر والتراجع ويعني استجداء طلب وقف إطلاق النار، ودعيني أقول استجداء لوقف إطلاق النار لما كان يراه القادة العسكريين من فداحة الخسائر التي منيوا بها في تلك المعركة. هذا سيدتي لم يتأتى من عبث، تأتى من دراسة مستفيضة كما ذكرت للأعمال التي يمكن أن يقوم بها الجانب الآخر أو القوات المعتدية. تم دراسة أعمالهم الممكنة، من أين ستأتي هذه القوات، على أي مقتربات ستأتي هذه القوات، ما هي القوات التي أو ما هي حجم هذه القوات على كل مقترب، وبالتالي كان التخطيط دقيق وكان التحضير دقيق مبني على استخبارات موقوتة ومبني على استخبارات أيضا دقيقة، وبالتالي جاء التنفيذ تبعا لما تم التخطيط له. وهذا من شأنه أن يعني يثير الإعجاب في قدرة القوات المسلحة في ذلك الوقت على التخطيط والتحضير والتنفيذ بدقة وبكفاءة عالية جدا، كما ذكرت في ظل ظروف يعني أملت الكثير من التحديات على القوات المسلحة الأردنية، بل استطاع الأردن بقيادته السياسية والعسكرية تجاوز هذه الظروف والانطلاق إلى آفاق جديدة جدا، آفاق رحبة سطر من خلالها مدرسة في العلم العسكري من خلال الانتصار بالإمكانيات المحدودة وبقدرات محدودة على عدو يتفوق عليه عدة وعتادا وتحضيرا واستعدادا لهذه المعركة. هذا من جانب آخر. الجانب المهم جدا هذا يعني يدلي وينبئ بصراحة بأن من يتحكم بزمام الأمور في تلك المعركة ومن يسيطر على زمام الأمور هو كان الجانب الأردني. كان بإمكانه وقف هذه المعركة، كان بإمكانه يعني الاستجابة لوقف إطلاق النار، ولكن كان الجانب الأردني يرى بأن التحولات القتالية في المعركة هي لا تسير لصالح الجانب الآخر إنما تسير لصالح القوات المسلحة الأردنية، وبالتالي أصر على هذا الموقف واستمر حتى يعني جرت القوات الإسرائيلية أذيال الخيبة وأذيال الهزيمة واندحرت إلى غربي نهر الأردن في ذلك الوقت. إسرائيل من جانب سياسي آخر طلبت وقف إطلاق النار من دولة ذات سيادة، ولم يكن هنالك شك في السيادة الأردنية على الأراضي الأردنية، وبالتالي لم تلجأ إلى أي جهة أخرى لطلب وقف إطلاق النار، وإنما طلبت وقف إطلاق النار من الدولة صاحبة القرار، من الدولة صاحبة السيادة، من الدولة التي تتحكم في زمام الأمور وتتحكم في السيطرة على مجريات المعركة. ومن هنا كان لقرار الحسين رحمة الله عليه الأثر البالغ في أن تسير المعركة بهذا الاتجاه وأن يتحقق هذا النصر بهمة وعزيمة أبطال القوات المسلحة الأردنية في ذلك الوقت. شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد ثلجي على هذه المعلومات. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لكم على يعني أن يكون موضوع معركة الكرامة هو من ضمن المواضيع الرئيسية التي يعني ناقشتموها في هذا البرنامج. هذا موضوع لا ينحصر فقط على يعني لا تأتي ذكراها فقط في الأردن، وإنما تعم ذكراها إلى الوطن العربي، ونتغنى به كما يتغنى به أشقائنا العرب. فلكم التحية ولبرنامجكم كل النجاح وكل التوفيق بإذن الله. الله يعطيكم العافية أخوان. جيش الكرامة هاشمي بالوفاء، نبقى للأردن بدرعة تضحيات وفداء، بالكرامة قد روينا أرضها بطهر الدماء، أنت نور على نور
امتداد الأوفياء.